في مقطع هذا إخوان، وكما ترون في عنوان الفيديو، جبت لكم أفضل وأقوى طريقة إن شاء الله لحصولكم على أفضل نسخ باكج نجوم الأسبوع الجديد. لدينا نسخ جبارة ونسخة ليونيل ميسي، نسخة بوستر أسطورية، كذلك النسخة للاعب هاريكين، نسخة جبارة للاعب أوسيمين، غافي، يودوغي كما ترون، وستونز، ولوكا مودريتش. هذه أفضل نسخة الباكج. إذا حصلتم على نسخة من هذه النسخ فلازم تشترك معي يا أخي الكريم. المهم يا إخوان، دون تقديم أول خطوة سوف نقوم بالدخول عند اللاعب يودوجي كما ترون مرتين هكذا، ثم نفس الشيء عند المدافع ستونز، كذلك نسخة بوستر لهذا اللاعب، ثم يا إخوان مرة واحدة والإطلاع على إحصائيات لوكا مودريتش، ثم نفس الشيء عند اللاعب غافي. سوف ننتقل بعد ذلك يا إخوان عند اللاعب أوسيمين ثلاث مرات هكذا، ثم نفس الشيء عند اللاعب هاريكين، ثم إخوان مرة الأولى والإطلاع على إحصائيات اللاعب ليونيل ميسي، ثم المرة الثانية والإطلاع على إحصائيات ليونيل ميسي كذا، ثم المرة الثالثة. بعد إخوان مباشرة سوف نقوم بالرجوع واللف ب 100 كوينز أو من اللف المجانية. بهذا إخوان كما ترون حصلنا على ليونيل ميسي النسخة الجبارة لهذا اللاعب، كما تلاحظون إخوان نسخة بوستر أسطورية